بغي نقول لها أنها كل مرأة تبحث على ذاتها بنفسها، كل وحدة تخرج تحقق ذاتها بنفسها، يعني ما غتعول على حتى واحد يبنيها. وانا كنوصي للمراه ما تبقاش باركه، خلاص اختي ديري نفسك وما تبقايش مدي ليدك لا لباك لا لخوك لا لراجلك لا لولدك اللي انت باغا توصليه يوصل، راه حتى هو غادي يدير وليدات وباغي يوصلهم. انت خاصك تكوني مستقله ماديا وعندك شخصيتك قويه وكتفرضي الوجود ديالك وكتقولي للراجل راه ماشي لكن انت راه انا كاينه، ما كنتيش ترى ما قادره ندير والو. حتى هي كتبين القدرات ديالها باش 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 الراجل ما يبقاش غالط يقول راه غادي نخطا المراه صافي غادي يضربها الخلا. لا في الاول كان ما رافض هذه الفكره هذه، ومن بعد من لقاني عجبني الحال وانا بديت ندخل شي شويه ديال الفلوس صافي من بعد ولا خلاني نمشي. واخا المهم راه كاين في الاول كانوا مشاكل في الاخر مزيان الحمد لله. دابا شنو تبغي تدخلي للمراه اللي كتقول زعما بلا ما نخدم ونبقى غير في الدار حسن ليا؟ ما ننصحهاش، لان كتبقاي ديما في نفس الحاجه، كتبقاي في الملل في الدار. الا جيتي تشوفي ما تديري شي حاجه جديده، الا مشيتي خدمتي كديري شي حاجه جديده، تتعرفي ناس جداد، الحياه اليوميه ديالك غادي القدام ماشي اللور. يعني انسان خصو يتحرك شويه. كنقول ليها نوضي وقفي على رجلك، ما تبقايش معوله غير على راجلك، عولي على راسك شويه وتحركي وخدمي، وراه بالعكس راه كتنشط الذات ديالها.